الكهرباء السعودية تتوصل لاتفاق لمعالجة الالتزامات المالية المستحقة للحكومة. مورغان ستانلي متفائل بتعافي الأسواق العام المقبل. موقع إكسبيديا يتوقع عودة السياحة الصيف المقبل. أهلا بكم في الأسواق العربية. وقعت الشركة السعودية للكهرباء اتفاقية مع الحكومة السعودية ممثلة بوزارة المالية لتحويل صافي الالتزامات المالية المستحقة للحكومة التي تقارب 168 مليار ريال إلى أداة مالية ثانوية غير مضمونة بأجل غير محدد قابلة للاسترداد وبهامش ربح سنوي يبلغ 4.5%. ويستحق دفع هذا المبلغ في حال تقرر توزيع أرباح نقدية على الأسهم العادية. هذه الأداة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومصنفة ضمن حقوق المساهمين، وليس لها تأثير على نسبة ملكية حملة أسهم الشركة والحقوق المتصلة بها. في السعودية منحت شركة البحر الأحمر للتطوير عقدها الأعلى قيمة حتى الآن إلى اتحاد تقوده شركة أكوا باور لتصميم وبناء وتشغيل ونقل البنية التحتية لمرافق خدمات مشروع البحر الأحمر الذي من المقرر أن يصبح الوجهة السياحية الأولى في المنطقة التي تعمل بالطاقة المتجددة فقط. وستتضمن الاتفاقية توفير الطاقة المتجددة والمياه الصالحة للشرب وأنظمة تبريد المناطق ل16 فندقاً بالإضافة للمطار الدولي والبنى التحتية التي تتضمنها المرحلة الأولى لمشروع البحر الأحمر. توقع محللون في بنك مورغان ستانلي أن تتعافى الأسواق المالية حول العالم بقوة العام المقبل، مرجحون أن يتخذ منحنى التعافي V-shape بسبب اقتراب اعتماد لقاح فيروس كورونا. وفي تقريره لتوقعات الأسواق للعام المقبل، نصح المحللون في البنك المستثمرين بزيادة استحواذاتهم على الأسهم وسندات الشركات على حساب التخفيف من النقد والسندات الحكومية والتخلي عن الدولار. توقع الرئيس التنفيذي لشركة إكسبيديا عودة حركة السياحة العالمية بحلول موسم الصيف المقبل بخلاف معظم التوقعات التي أشارت إلى تعافي قطاع السياحة خلال فترة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات. وحقق الموقع الأكبر عالمياً لخدمات وحجوزات السفر إيرادات بلغت 1.5 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام الحالي، وهي نتائج إيجابية في ظل الظروف الحالية رغم تسجيل خسائر ب 220 مليون دولار، وهو ما يرجع بشكل رئيسي لتراجع حجوزات تذاكر الطيران عبر الموقع. قال بيتر كيرن إن أنباء التوصل إلى لقاح فعال لفيروس كورونا ستساهم في دفع الحجوزات للفنادق وأماكن الإقامة لموسم الصيف المقبل.